السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مركز تجاري اللي راه قيد الإنشاء في قسنطينة، وهو واحد من أكبر المراكز التجارية في الجزائر. ونشوفوا واش وين وصلت الأشغال. وللعلم قسنطينة تعرف إنشاء زوج مراكز تجارية من الحجم الكبير، يعني دي مول، دي سوبر مول، اللي هما كريستال مول وسيتي مول. وحنا نروح نشوفو واحد منهم، وهو سيتي مول اللي جاي في طريق قسنطينة عين سمارة. هنايا قسنطينة في هذا الطريق هنا عين سمارة، في الكيلومتر الخامس، حوالي 5 كيلومترات على مركز مدينة قسنطينة. وهنا نشوفوا المركز هذا، هنايا هذا هو. ونشوفوا وين وصلت الأشغال. إن شاء الله تكون عندنا الصورة ما تكونش قديمة بزاف، وعلى حسب ما نشوف الهيكل نتاع المول، يعني راه موجود مبني بصفة تقريب 100%. وهنا وبعدين نروح نشوف الصور المأخوذة هذا الأسبوع من برا، كل الصور مأخوذة من الطريق هذا، نشوفوا يعني الواجهة الخارجية نتاع المول هذا، نتاع المركز التجاري هذا. وهنا لاحظ باللي كل المرافق الجوار يعني اللي المرافقة للمشروع هذا مازال ما تبناتش. مثلا الباركينغ تاع السيارات، المدخل، لاميناجمون تاع المدخل مازال ما باش. إذن فيهم بعض مازال ما انتهتش الأشغال فيه. ونزيد إن باش تكون عندنا فكرة على الحجم نتاع المول هذا. إذن باش نعرف الحجم نتاع المول هذا، نروح نكيل نقيس الطول ديالو من هنا إلى هنا. إذن الطول ديالو فيه 110 أمتار، يعني ما شاء الله، يعني طول كبير. والعرض هو حوالي 50 متر، 51 متر. إذن الحجم كبير ما شاء الله. فيما يخص العلو سوف نقيسه من الصور المأخوذة من الطريق، تبان العلو نتاع المول هذا. إذن هو في الحقيقة العلو يساوي 4 طوابق، إذن تقريب حوالي 15 متر. إذن لو نحاول نحسب الحجم نتاع المول، يعني من ناحية لا كاباسيتي، الفوليوم، يعني الفوليوم تاع المول هذا، عندنا 50 متر في 100 متر في 15 متر علو، يعني حوالي 75 ألف متر مكعب، وهذا هو حجم نتاع المول، وهذا يعتبر حجم ما شاء الله لاباس به. هو الشكل ديالو يعني بسيط، يعني عبارة عن مكعب مستطيل، لكن يكون فيها لو دريسينغ، يكون فيها التزيين نتاع لابياج كما نقولو حنا، ولا لو دريسينغ اون انجلي، يكون فيها إبداع من ناحية التزيين ولابياج. ومازال لربما
اضافات في المستقبل في الشكل ديالو، باش ما يبقاش بالشكل المستطيل اللي يظهر به الان. ونخليكم الان، نخليكم مع تشوفوا مع الصور المأخوذة هذه الايام والاسابيع القليلة الماضية، والسلام عليكم.